أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق العلاقات التي تجمع مصر والعراق، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد شيع السوداني من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أشار مدبولي إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة الجذور. الحقيقة أن العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج إلى يعني مزيد من الشرح أو التأكيد، فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور. السجل التاريخ الحقيقه بدايه التفاعل النشط بين الحضاره المصريه القديمه والحضارات المتعاقبه في بلاد الرافدين منذ الالفيه الرابعه قبل الميلاد يعني بان سته الاف سنه علاقات ما بين بلدينا وامتدت منذ هذا الوقت الحقيقه وتوطدت علاقات الشعبين المصري والعراقي تجمعهما وحده اللغه والثقافه والتاريخ المشترك